السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة أرض الماشية في كل مكان. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. اللهم صل على النبي. دلوقتي أنا كنت وعدتكم إن أنا لما العجول إن شاء الله ينظبطم هصوره لكم وأوريكم الإيه، إن الإسهال عمل بتاع العلاج اللي أنا كنت عامله الإسهال عمل نتيجة. فالحمد لله بنسبة 80% يعتبر خلاص الموضوع اللي أنا كنت عامله، العلاج اللي أنا عملته دوت اللي هي النشا والحبوب اللي هي بتاع الإسهال دي، الحمد لله جابت نتيجة. يعني الحبوب دي بتيجي من الصيدلة طبعا، يا بشر عادي يعني، بتمشي بشر وبتمشي بتر، بتيجي من الصيدلة. يقول له عايز أي حبوب للإسهال، مش شرط يعني أنا كنت جايبه، أي حبوب. وعامة الفيديو لو لحد لسه ما شافوش علاج الإسهال في الفيديو اللي قبل دهوت، الفيديو اللي قبل دهوت خش عليه وهسيب لكم الرابط برضه في الوصف، ماشي. الحمد لله اهوت بنسبه 80%. برضو المؤاخذه معلش بقى انا اسف، المؤاخذه للجله بتاعتهم اهي الحمد لله يعتبر ماسكه شويه، ماشي. قلت برضو اعرفكم. فالحمد لله يعني بنسبه 80% خلاص العلاج جاب نتيجه. برضو انا يعني ايه، انا بصراحه انا اديتهم برضو مره بالليل حبايتين كده تحت الضرس. انا بقوم جايب حبايه لكل واحده فيهم، قوم حاططها تحت الضرس كده، قوم مقرمشينها واكلينها. فده عادي يعني، ما تقلقش، اعمل لها كده زي بعد الجرعه اللي انا عملتها دي. يعني انا بعد الجرعه اللي انا عملتها اديته حبايه تحت الضرس كده، قرمشها وكلوها عادي، واخد بالكم. ان شاء الله النهارده بقى هعمل لكم علاج الاوب. علاج الاوب العلاج ده بقى بيجي من عند البيطري، تمام. طبعا بيختلف من عند بيطر البيطري في الاسامي وفي الانواع، فعامه بس كله يعتبر واحد. في ناس يقول لك ايه، في ناس يقول لك اعمل شويه زيت وسخ، في ناس يقول لك اعمل شحم، في ناس يقول لك هات قلاحه وتنك افرك المكان كده لحد ما يطلع دم وما اعرفش حط حاجات. كل اللي جربت البتاع ده الصراحه، الخامه دي النوع ده اللي انا جربته. طبعا هنجيب مثلا مكان زي ده، ودول الحمد لله ما فيهمش قوي، بس ايه احاول اوريكم كده واحده واحده بتتعمل ازاي وكده. هنفترض ان دوت المكان اللي هي التعوره دي، تمام. مش عارف هو غلط ليها ولا ايه، المكان التعوره ده ممكن نعمل عليه عادي ولا ايه، بس يعني بالتالي مش هيضر يعني، لان ده حاجه بتجفف وخلاص. اه حته صغيره كده على المكان اللي هو ايه، اللي هو هتعمل عليه الحاجه، بس حاول على قد ما تقدر ان انت يعني ما توسعش العمل قوي، على قد المكان بالظبط. هي هتلاقي بتبقى طبعا عباره عن دوريات كده، طبعا في ناس هتلاقي عارفاها وفي ناس مش عارفاها، بس هي بتلاقي ايه يعني القوب دوت بيبقى ايه، المكان اللي انت بتحط فيه ده بتبص تلاقي مفيش شعر. اول ما العجله تلاقي مفيش شعر ليها، الحتت كده هتلاقي يعني عند رقبتها مثلا في المكان ده كده، حته زي دي كده مثلا، هتبص تلاقي الشعر ايه مسقط فيها، مفيش شعر فيها خالص، ولونها مبيض كده كأن الجلد بتاع جسمها هو اللي باين، واخدين بالكم. فده هو ده الاوب. فانت هتقوم عامل حاجه حته زي دي كده بالظبط، هتقوم جاي يا دوبك على قد المكان بالملي، ما تحاولش ان انت تزود عشان ان هو ايه ما يضرش وكده، تمام. ده بالنسبه لعلاج الاوب. ان شاء الله المره الجايه باذنك يا رب، الفيديو الجاي باذن الله احاول ان انا اعمل، انا هعمل لهم ان شاء الله اليومين الجايين الخلطه بتاع الخمير اللي هي بتنشط الكرش وتنضف لهم عمليه والديدان والكلام من ده. الخلطه بتاع الخميره دي خلطه جميله جدا يعني، انا سمعت عنها كتير جدا، وان شاء الله انا هجربها وبرضه هعملها مع حضراتكم بعدها لما احس ان في نتيجه وان هي ظبطت فعلا، هعملها مع حضراتكم الفيديو الجاي باذنك يا رب. لا الفيديو الجاي برضه ولا الفيديو اللي بعده باذن الله اذا احيانا ربنا. يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي ليكم، تحياتي لاخواتنا المغتربين، أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.